تعريف جديد للتطرف كشفت عنه الحكومة البريطانية. اليمين المتطرف وجماعات إسلامية متطرفة في بريطانيا على رأس الوصف حديث وزير المجتمعات المحلية مايكل غوف. سينص التعريف المقترح على أن التطرف هو الترويج لأيديولوجية قائمة على العنف أو الكراهية، والتي تهدف إلى إلغاء أو تدمير الحقوق والحريات الأساسية للآخرين. غوف شرح في كلمته أن الدين الإسلامي بريء من العنف والكراهية، وأكد رفض الحكومة البريطانية استغلال الدين أو الحريات العامة من جانب المتطرفين. من الضروري جدا تحديد ما هي الجهاد، ما هي العناصر، ما هي المنظمات التي تريد المملكة المتحدة حظرها، وإلا إذا بقت القضية في هذا الإطار المفتوح من التسميات ومن هذه التعريفات فبالتأكيد سندخل في متاهات جديدة. لذلك بريطانيا يجب أن تضع حدا لهذه الجماعات التي تصفها هي نفسها بالمتطرفة، سواء كانت يمينية أو يسارية أو ربما الإسلام السياسي، من أجل الخروج من هذه الأزمة. المعارضة البريطانية وعلى لسان حزب العمال أكدت دعمها للحكومة لمحاربة خطاب التطرف والكراهية، ولكنها تساءلت كيف تعاملت الحكومة مع بعض الجماعات التي تصفها بالمتطرفة. لماذا استغرقت الحكومة 13 عاما لمعالجة هذا الأمر؟ يقول الوزير إن منظمات متطرفة استفادت من التأييد والدعم الحكومي. هل يستطيع أن يفهم الوزير مدى القلق العميق إزاء هذا الأمر، وأنه يجب عليه أن يشرح بالضبط كيف سمح بحدوث ذلك؟ مايكل غوف قال في كلمته أيضا أن جماعة مرتبطة بالإخوان المسلمين ستخضع للتقييم بشأن لائحة التعريف الجديد للتطرف. تعريف جديد للتطرف من طرف الحكومة البريطانية، معللة ذلك بضرورة نشر ثقافة التسامح في المجتمع البريطاني ونبذ خطاب الكراهية والعنف. محمد الفنيش، قناة الغد، من أمام رئاسة الوزراء البريطانية.